عام هذا العام ناتجنا من 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 الصمغ العربي والسمسم والفول السوداني والقطن والبصل والشمام والكركديه وزهرة الشمس والبطاطس، الآن إحنا ممكن يعني صادرنا يكون حكاية بتاع 9 مليار دولار الموسم ده الآن. طيب كيف نرشده؟ الآن إحنا عندنا شركات الاتصالات دي عشان تحول أرباحها للخارج بتشتري سلع صادر بالجنيه السوداني وبتصدرها وما بتجيب حصيل الصادر. شيء كده، وده الهزم حكومة معتز موسى لأنه بنى توقعاته وترتيباته على 7 مليار دولار من الموسم الصيفي السنة الفاتت. نعم. واتبخر كله، اشتروا الناس وباعوا، ما جابوا صادر، ما جابوا حصائل. فقامت فإحنا محتاجين، عشان كده قلت الرؤية محتاجة أولا فكرة ورؤية وقرار وإجراء وقانون. يعني أنا محتاج أطلع قانون فوري، أي تهريب للصمغ العربي إعدام عقوبته باعتباره سرعة تساهم في الأمن القومي، وننشي له المصانع بتاعته في شمال كردفان، والقصة يعني يبقى من العيب علينا إنه الصمغ العربي يصدر من عواصم أخرى وبورصته ما عندنا، يعني خيبة. طيبة لحياة طيبة.